في عناوين النشرة: عرسال تنزف أطفالا شهداء بصواريخ استهدفت مكان لهوهم. في اليوم الثاني من المحكمة مداخلات وجدانية ولا مفاجآت. لينا ونبيل حاوي خلاف تحت سقف لهاي. قالوا لنا انه القضية ما بتخصنا شخصيا، وقالوا لنا انه احسن ما نجي لانه رح نتبهدل بالنطرة قدام الباب. مروان حميدي دليل الاتصالات لتثبيت الاتهام والدفاع سوف يطعن. الحريري لرويترز مستعد للمشاركة في حكومة ائتلافية مع حزب الله. الجيش يتقدم في حلب والمعلم يقدم خطة لوقف النار. النصرة تقع في فخ على الحدود مع لبنان. بداية هذا عبد الله فجر يا علاء. يا أبو عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله. تفاصيل هذه العناوين وغيرها ترقبوها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. دليل الاتصال الأحمر طبع المحكمة، وبالأحمر تدرجت عرسال، فأجساد أطفالها كان عليها تحمل أزمة بصواريخها التي أنهت طفولة في عمر اللعب. ما حدث ليس ولدني، والشهداء التسعة بينهم ستة أطفال راحوا بين الجد والجد وعلى مفترق تقاتل لا يرحم. كان يوزع صواريخه على الهرمل تارة وعلى عرسال البلدة تارة أخرى. وعلى الأرجح فإن المصدر في الطرفين مهدى من الجانب السوري، لكن رئيس البلدية علي الحجيري أدى دور مساح الصواريخ وحدد موقعها بأنها من منصات لحزب الله. الهرمل المنكوبة بصواريخ اليوم وتفجير الأمس كانت بدورها تمسح الأضرار وتبحث بين الأشلاء عن هوية الانتحاري، وسط معلومات عن وثيقة وصلت إلى القوى الأمنية ترسم هوية المنفذ الذي ذهب للقتال في سوريا قبل 4 أشهر. وتجري استخبارات الجيش حاليا تطابقا لفحص الحمض النووي بين الأشلاء وذوي المدعو حسين عبد الناصر غندور مواليد رجال 40 في صيدا، وقد استدعيت شقيقته للتحقيق ما إذا كان تواصل معها في الآونة الأخيرة ولأخذ عينات الدي أن أي، لكن النتيجة لم تظهر بعد. وأيا كانت النتيجة فإن العمليات الانتحارية أصبحت علنية ومنفذوها يتبنون الدم بكل فخر، فما عادت الجهة العابثة بالأمن والناشرة للإرهاب والرعب مخفية، وكل ما يميز عملية من أخرى هو منشأ المتبرع بالانتحار وعنوان سكنه. الانتحار علنيا والمحكمة الدولية غيابيا في ثاني يوم على تشغيل سنترال لاهاي. جديد اليوم الثاني قديم الأمس، لكن مع تفصيلات في الشريحة الهاتفية وشرح للأيام الأخيرة ما قبل عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وفي النهار الطويل التالي: رصد لحركة الاتصالات من محيط ساحة النجم إلى مسجد أبو عدس فقريتم. فان الميتسوبيتشي كان معروضا للبيع في البداوي طرابلس وجرى شراؤه في كانون الثاني. شراء الهواتف الخلوية من المكان نفسه لتضليل الاتهام. الهواتف اشتغلت للمرة الأولى في طرابلس. العنيسي أو المدعو محمد استخدم أبو عدس كبش محرقة. غادر أبو عدس في 16 من كانون الثاني ولم يعد مع تسجيل اتصالات بذويه تبلغهم أنه ذاهب إلى العراق. استخدمت الهواتف الحمراء بدقة، ولم تتواصل سوى مع هواتف حمراء بين طرابلس وفرية وقصر قريتم وحول مباني مجلس النواب، ومرة واحدة في الضاحية. مصطفى بدر الدين كان رجلا كالشبح يتحرك ولا يترك أثرا. فريق الدفاع عن بدر الدين اعتبر أنه لا يوجد سابقة لاستخدام الاتصالات كأدلة في العالم العربي، وهي أدلة ظرفية وليست دامغة، حيث غابت الأدلة الملموسة أو عامل التنصت، وأكد أنه يمكن اختراق أي شخص بسهولة. لكن من اغتال رفيق الحريري بهذه الكمية من المتفجرات والدقة
يريد تغيير النظام في لبنان، والاثنين يوم آخر. إذن صواريخ على القاع والهرمل من دون وقوع مصابين، وأخرى على عرسال تسقط 9 شهداء وأكثر من 10 جرحى. التفاصيل في هذا التقرير. يوم كانت صواريخ المجموعات السورية المسلحة المعارضة تسقط على مناطق بعلبك والهرمل والقاع ويسقط شهداء، كانت الأصوات ترتفع وتطالب بحمايتها. واليوم سقطت 7 صواريخ على منطقة عرسال وأسقطت معها 9 شهداء، 6 منهم أطفال كانوا يحتمون بجدران منزلهم، إلا أن الموتى كان لهم بالمرصاد، وجرح نحو 15 شخصا. الشهداء شيع 7 منهم بعد صلاة الظهر وسط غضب كبير في البلدة. النحاق يخذ لنا حقنا من هول الظلام الطغاة، من أي طرف انتموا ولأي طرف كانوا. نحن بدنا أنه عرسال هي عم تناصر المظلوم مش مع الظالم. يعني تفاجأنا، نحن فاجأنا هذا الوضع، يعني أن التهامر القذائف على بلدة عرسال، وإحنا بنهاية الأمر بيعنينا أمن الوطن بشكل عام، يعني بيعنينا أمن عرسال مثل ما بيعنينا أمن أي بلدة بلبنان. وهلا نحن لحد الآن نطلب تبيان هذا الأمر، يعني مصدر هذه الصواريخ من وين، ومعاقبة الناس اللي ربطها باتجاه عرسال، لأنه ما في أي مبرر، ما في أي مبرر لرمي هذه الصواريخ باتجاه عرسال من أي طرف كان، إن كان من داخل لبنان أو من الجهة السورية، ما في أي مبرر. رئيس بلدية عرسال علي الحجيري وفي اتصال بالجديد ذكر أن مصدر الصواريخ هو الأراضي اللبنانية، وأن حزب الله هو من أطلقها، وأنه لا شأن لعرسال بالصواريخ التي تسقط على بعلبك أو الهرمل. وناشد الحجيري الدولة حمايتهم، وإلا سيضطرون إلى حماية أنفسهم بأنفسهم. رئيس بلدية عرسال أصدر حكمه، مع العلم أن الجيش أصدر بيانا أعلن فيه أنه ما بين الساعة 10:45 و12 من ظهر الجمعة تعرضت مناطق السهر رأس بعلبك، الكويخ، البويضة، الهرمل ومشاريع القاع وبلدة عرسال لسقوط 20 صاروخا وقذيفة مصدرها الجانب السوري، وقد أدى بعضها إلى سقوط عدد من المصابين في صفوف المواطنين في بلدة عرسال، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات. وفي معلومات الجديد أنه ولقطع الشك باليقين سيتوجه ضابط مدفعية من الجيش قبل ظهر السبت إلى مكان سقوط الصواريخ في عرسال ليحدد مكان إطلاق هذه الصواريخ، على أن يرفع تقريره إلى قيادته. وبذلك يبقى اتهام أي جهة لبنانية بإرسالها هذه الصواريخ إلى عرسال أسلوبا لا يؤدي إلى إسكاء الفتنة والحقد في المنطقة، مع العلم أن لمنطقة القاع والهرمل حصتهما أيضا من هذه الصواريخ. ما سمعنا إلا لفجة قوية هز البيت عنا، في شبابيك عنا يعني هرت كمان من وراء الضربة، بس الحمد لله أنه بعيد عنا وإجا هنتانية الصاروخ ما أزح هذا الحمد لله، ولا رح يعني كذا بيجي بالبيت ما رح يعمل شيء، كل هاي في شنك. وين صارت هذا؟ هذا هلا نزل حد منا فوق بيتنا بشوي، ونحن ما بيخوفونا لا هني ولا صواريخهم ولا كل دينهم التكفير الغاشم من الحزب الله. إذن بات البقاع بشقيه الموالي للنظام السوري والمعادي له شهيدا وجريحا في ظل صراع سوري يخشى أن تتحول الأراضي اللبنانية فيه مسرحا إضافيا لحلبة الأراضي السورية. من البقاع، رشا الكرم، قناة الجديد. توصلت الأجهزة الأمنية إلى وضع رسم تشبيهي لانتحاري الهرمل بعد اشتباهها في المدعو حسن عبد الناصر غندور من مواليد عام 94 صيدا حي رجال 40، وقد استدعت استخبارات الجيش شقيقته لاستجوابها، وستجرى فحوص الحمض النووي لمقاربتها بأشلاء انتحاري الهرمل وتأكيد هويته. وتفيد المعلومات أن غندور غادر منزله قبل 4 أشهر للقتال في سوريا. والآن ننتقل مباشرة إلى لاهاي والزميلة رونا حلبي. رونا، مساء الخير. مساء الخير جورج. تفضلي، ماذا لديك باختصار أو باختصار لهذا النهار الثاني للمحكمة الدولية؟
نعم جورج، طبعا قبل بعض الوقت أو في بعض الظهر انتهت الجلسة الثانية الافتتاحية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. طبعا كل تفاصيل هذه المحكمة في الجلسات وأيضا هامش في هامش هذه المحكمة وما جرى في كواليسها كلها في تقارير ستمر في هذه النشرة. أود البدء جورج ببعض المعلومات لقناة الجديد حول قضية اعتبرت من قبل المحكمة متلازمة مع قضية الحريري وهي محاولة اغتيال الوزير مروان حميدة. جورج هل تسمعني؟ نعم نعم تفضل. إذن سأبدأ ببعض المعلومات التي وردت لدينا بالنسبة لقضية محاولة اغتيال الوزير مروان حميدي. وقد في هذه المعلومات جاء أن هناك 5 خطوط من الخطوط التي سمتها أو اعتبرتها الخطوط الخضراء في هذه المحكمة، واتضح أن هناك 5 من هذه الخطوط الخضراء توقفت عن العمل في أول شهر تشرين الثاني من عام 2004 وهو يوم محاولة الاغتيال، ما يعني أن هناك بالفعل تلازم بين هذه القضايا، خصوصا أن 2 من هذه الخطوط الخمسة استخدمها بدر الدين وعياش، لذلك هناك طبعا تلازم بين القضيتين. وهذه المعلومات استطعنا أن نعرفها من بعض المصادر، ولكن أيضا أود الإشارة إلى أنه في هذه القضية قضية محاولة اغتيال مروان حميدي كان هناك اسم جرى تداوله وهو غملوش، ومن المستغرب أن المحكمة حتى هذا اليوم لم تذكر هذا الاسم في جلساتها أو في أي من المحاضر، علما أن غملوش ورد اسمه في قضية مروان حميدي وأيضا الشهيد جورج حاوي. إذن جورج هذه في بعض المعلومات عن هذه القضية المتلازمة مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. على أي حال جورج، فإن هذه المحكمة رفعت اليوم على أن تعود للانعقاد يوم الاثنين المقبل في الساعة 10 صباحا، وسيكون يوم الاثنين مخصصا للدفاع، وستكون هناك مداخلتين لكل من محامي بدر الدين وعنيسي فقط. وبحسب المعلومات فإن هذه المداخلات لن تكون مداخلات طويلة. الوفد الرسمي جورج الذي وصل إلى هنا مع الرئيس سعد الحريري غادر في الساعة 7، غادر لهاي الوفد الرسمي الذي كان فيه سياسيين وأيضا كان فيه صحفيين، غادر هذا اليوم ولن يكون هناك حسب ما علمنا ولن يحضر المتضررون في الجلسات المقبلة التي تبدأ بداية الأسبوع المقبل. من جهة أخرى أود أن أشير جورج إلى أنه في اليوم الثاني أيضا لم يحضر محامي مرعي داخل الجلسة، على الرغم من أن رئيس المحكمة كان قد طلب منه أكثر من مرة الحضور داخل المحكمة بصفة مراقب، ولكن يبدو أن هذا المحامي رفض هذه التسمية أي صفة مراقب، وقال أنه الأرجح لن يحضر هذه الجلسات قبل أن يتقرر فعليا من قبل المحكمة ضم ملف مرعي إلى ملف عياش وآخرين. نعم، لأنه إذا حضر هذه الجلسات فلا دور له، خصوصا أن المحكمة تناولت مرعي بشكل كبير وهو قال أنه لن يكون متواجدا داخل المحكمة بصفة مراقب. نعم. على أي حال جورج، بعد هذه الجلسة نشير إلى أن الدفاع وتحديدا محامو الدفاع عن بدر الدين وعنيسي عقدوا بعد هذه الجلسة مؤتمرا صحفيا، قالوا فيه أنهم لم يروا أي شيء جديد في ما كل ما عرض الادعاء، وقالوا أيضا طبعا أن الاتصالات أو داتا الاتصالات أدلة ظرفية غير كافية لإدانة المتهمين الأربعة على أن تكون لهم طبعا مداخلات يوم الاثنين. وطلبوا أيضا ربما بمعرفة ما هو محتوى هذه الاتصالات وليس فقط حركتها. على أي حال سنستمع الآن إلى أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي جورج. نعم شكرا لك رونا حلبي. إذن سنستمع إلى أبرز ما قاله المحامي أنطوان رماز. أكيد في سؤال مطروح أنه طيب إذا كانت هالسيارات اللي المرافقة كانت فيها جمر مثلا معدات تشويش، طيب كيف ممكن يتم الاتصال بين سائق الشاحنة والأشخاص اللي عم بيحضروا هالاغتيال هيدا؟ هيدا شيء يعني ما لحد هالنية ما عم نفهمه، بس ما بدي استبق أشياء يعني بدنا نقولها بعدين.
النائب مروان حميدي يرى أن دليل الاتصالات لتثبيت الاتهام ومحامي الدفاع سيقدم طعنا. التفاصيل في تقرير للزميل مالك شريف. الدولية الخاصة بلبنان تلفن عياش، فعرف القاتل وبانت الصورة واضحة لدى المتضررين والمشاركين. وعلى نية الاتصالات بنى الدفاع عن المتهمين دفاعه أيضا، فهو بالنسبة له دليل ضعيف. ما بيكفي يقول أنه في اتصالات، لازم يثبت أنه في شو كانت مضمون هالاتصالات. قرار اتهامي مدون، بمعنى أنه ربطا وثيقا بين الدلائل، كانت الدلائل من خلال الاتصالات أو الإثباتات الأخرى والقرائن خلال قضية شراء السيارة، تجهيزها، نقلها من جنوب بيروت كما سميها. بالنسبة لنا ما في شيء جديد، تكلم كثيرا عن الاتصالات، ولكن الشيء الغايب عن هالموضوع هيدا هو مضمون هالاتصالات. ما حدا بيعرف شو مضمون الاتصالات، وما قدم اي يعني اثبات او SMS او تسجيل صوتي معين ببين شو مضمون هالاتصالات. في كثير اشخاص بيتصلوا بعضهم. نحن الاهم شيء بالموضوع لحتى يكون ثابت يعني ونتقدم، لازم يعطي اثبات تنجيبل مثل ما بيقولوا، لازم يعلن عن مضمون هالاتصالات. ما في مضمون، نحن بالوقت الحاضر كدفاع حتى اليوم ما لمست شيء، ما عندنا شيء ابدا. وبعدين خود على افتراض انه كان مراقب، ما معناتها انه الاشخاص اللي كانوا عم بيراقبوا، يمكن استخبارات، يمكن مين ما كان، ما معناتها راحوا على يعملوا فعلهم يعني او يقتلوا. القصه ما قصت الاتصالات عامل مساعد، عامل فتح الطريق، أوتوستراد حقيقي إلى بقية القرائن. حتى وإن كان مشككا به، مشككا من مين؟ مشككا مما كان يراقب بفقرة رفيق الحريري ويدعي أن طائرات هي التي تأخذ الصور. التشكيك يأتي من المجرم، والمجرم يحاول إقناع الرأي العام تبعه بهالقصة. أنا بالعكس بناشد هذا الرأي العام، وحتى من يشكك بأنه التعاون مع المحكمة يفتح باب المصارحة فالمصالحة فالمسامحة. إذن دليل الاتصالات عرضة للطعن استنادا إلى ما عرضته قناة الجديد، خصوصا أن الوثائق المقدمة للمحكمة هي نسخ، فيما الداتا الأصلية قد أتلفت بفعل تضررها بالمياه في مستودعات وزارة الاتصالات في عهد الوزير مروان حميدي. كل ذلك بحسب المعلومات. لا علم لي بشيء من ذلك، أنا لم أعمل في موضوع تقني الاتصالات. كانت الحكومة تبعا لقرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع قد أوعزت إلى الشركات وإلى أوجيرو التعاون. وسلمت نسخ عن الداتا، ولكن الأساسيات اليوم إذا الدفاع طلبهم وتبين أنه مش موجودين لأنهم انتزعوا. أنا ما عندي علم أنه في أساسيات وفي نسخ. أصلاً نسخ مأخوذة عن شو؟ يا بتكون مأخوذة عن الأساسيات، كيف بدها تكون مخترعة عن نسخ؟ ممكن ينطعن فيه؟ كيف لكن؟ ولكن هيدا موضوع ما فينا هلا بالوقت الحاضر كدفاع نتكلم عنه، بدنا ننطر. لا، في اشياء بدنا نقولها بالاوبننج ستيتمنت، بالتصريح الاولي اللي بدنا نعمله نهار الاثنين. نحن سمعنا وقائع وثبت لنا من اللحظه قبل ما اسمع الدفاع، وكنت عم بتطلع بالدفاع بسلك الدفاع عم بقول حرام عليكم دافعوا هيك مجرمين. ويبقى الجواب على غياب الداتا الأصلية رهن جواب الدولة اللبنانية على طلبات مكتب الدفاع التي فاقت الأربع طلبات للحصول على أدلة من دون الوصول إلى أي رد. ولأن المحكمة استندت في كل أدلتها على الاتصالات، كان لابد من توجيه تحية قدمها رئيس قلم المحكمة لعائلة الشهيد وسام عيد الذين استدعاهم إلى مكتبه، وقدم لهم كل الشكر على ما قدمه الشهيد عيد في هذه القضية. من أمام المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، مالك شريف، قناة الجديد. إذن المحكمة الدولية تستكمل جلساتها في اليوم الثاني، والتفاصيل في هذا التقرير للزميلة رونا حلبي.
في تمام 9:30 انطلقت الجلسات الافتتاحية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، جلسات علنية ومباشرة ومتفق عليها مسبقاً لولا عدم التزام محامي الدفاع فرانسوا رو بما هو مقرر، فأبدى تحفظه في بداية الجلسة وطلب الكلام بالنيابة عن المتهم الخامس حسن مرعي بالاستناد إلى القانون اللبناني المغاير للقانون الأنجلو ساكسوني الذي يعتمد جزئياً في المحكمة، لكن المدعي العام رفض الطلب. السيد سعد الدين الحريري فقد والده رفيق الحريري في الانفجار، واليوم يجلس في قاعة هذه المحكمة ليس لكونه رجل سياسة ولا بصفته رئيس حكومة أسبق، بل لكونه ابن فقد والده. وبعد أخذ ورد بدأ الادعاء عرض الأدلة ليبرهن أن عياش وبدر الدين نسقا الجريمة، وأن عياش هو من اشترى السيارة التي جرى تفخيخها وكان في موقع الجريمة قبل دقائق من التفجير، وأن عنيس وصبر متواطئان. الادعاء تطرأ أولاً إلى تفاصيل ما جرى في 14 شباط عام 2005، فحدد الوقت الدقيق للجريمة من خلال صور لساعات اليد، وأظهر بدقة الطريق التي سلكتها سيارة الميتسوبيتشي بالاستناد إلى أشرطة مراقبة جديدة. هذه الإشارة تظهر السيارة المفخخة في موقع الجريمة، ويتبين أنها مرت ببطء شديد بانتظار وصول موكب الحريري. تم العثور على بقايا محرك سيارة الميتسوبيشي يابانية الصنع، وهي مستقدمة من الإمارات إلى لبنان وقد بيعت بمبلغ نقدي في طرابلس. التفجير لم يتم من تحت الأرض، هناك انتحاري فجر نفسه والسيارة يدويا. الجزء الثاني والأكبر من عرض الادعاء كان مخصصاً لداتا الاتصالات، حيث أشار محامو الادعاء إلى أن عياش ومرعي لم يجريا أي اتصال فيما بينهما، فيما كان التواصل بين عياش وبدر الدين من جهة وبدر الدين ومرعي من جهة أخرى. الهواتف الخمسة التي استخدمها منفذو اغتيال الحريري سدد فواتيرها شخص واحد حتى أيار عام 2005، أي بعد الاغتيال بثلاثة أشهر. الهواتف الخضراء التي استخدمت جرى شراؤها بوثائق مزورة. عياش أجرى اتصالاً أخيراً ببدر الدين قبل ساعة من اغتيال الحريري. نبيل حاوي يحتل المقعد المخصص لعائلة جورج حاوي في قاعة المحكمة، وابنتا الشهيد غير مدعوتين. تقرير من لاهاي للزميل مالك شريف. على أبواب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقفت لينا جورج حاوي ومعها شقيقتها لساعات في برد قارس. لينا حاولت المشاركة في جلسات محكمة ربطت بين جريمة اغتيال والدها وبين الجريمة التي تدور حولها الجلسات، لكن عبثاً. مقعد جورج حاوي محجوز ليس لبناته، فهن غردن خارج السرب وعقابهن استبعادهن. جاي أنا وإختي بمبادرة شخصية لأنه من دعينا لنجي مع الوفد الرسمي. ما قدرتوا فتوا على المحكمة؟ قدرنا فتنا بس نطرنا من الساعة 7 الصبح لنقدر نلاقي محلات لنقدر نفوت كببليك. سألتوا ليش من دعيتوا؟ لما سألنا قالوا لنا أنه القضية ما بتخصنا شخصياً، وقالوا لنا أنه أحسن لنا ما نجي لأنه رح نتبهدل بالنطرة قدام الباب وما فيهم يفوتونا دغري. ما بتخصكم شخصياً؟ ما عرفتوا عن حالكم بناتوا لجورج حاوي؟ طبعاً طبعاً عرفنا عن حالنا، بس كان معتبر أنه في وفد جاي. نحن فهمنا أنه كان في اللي متضررين مباشرة للقضية، وفهمنا أنه في كتير ناس متضررين، ففيه يفهم الواحد أنه الكل ما يجوا. بس لما فتنا وشفنا أنه في ناس موجودين وما لهم علاقة مباشرة مع القضية، ساعتها تعجبنا شوي. البديل جاهز. نبيل حاوي شقيق جورج السابح في مجرى التيار، ترك الكويت وأشغاله هناك ليصل إلى لاهاي عبر بروكسل بالسيارة ليملأ مقعدا يقول بنفسه إنه لا يمثله. تمثلون آل حاوي اليوم أنتم في هذه الجلسة؟ ليس لصفة بالمعنى المعنى العائلي، وأنا بشكل عام أنا قلت أقول بشكل عام يعني بصفتي أيضا إعلامي، وقت استشهد رفيق جورج حاوي أنا قلت أنه عائلة الشهيد جورج حاوي تبدأ من أطفال فلسطين إلى نيلسون مانديلا إلى أحرار العرب وأحرار العالم كله، هذه هي العائلة.
فاني صار في بعض الالتماس من هذه الناحية أن لا أدخل بهذه القضايا. في البعض المحسوبين على على شجر شحاوي عم يحطوا أحيانا طبعا مثل الآن يعني قبل قصص واتهامات وتصريحات من هون من هون، أنا ما راح أدخل بهذا السجال. من دعاكم اليوم إلى هنا؟ نحن جينا من خلال الإطار العام يعني بتاع الإطار وبالتنسيق يعني بالتنسيق مع أوساط المحكمة وبالتنسيق مع المعنيين في موضوع الرئيس الحريري. هي إذن أولى الضربات للمحكمة الدولية من باب المتضررين، ضربة حتى ساعة لم تظهر لها ارتدادات في داخل الأروقة بانتظار مرحلة النظر في قضية حاوي ليبنى على الدعوات مقتضاها. الرئيس سعد الحريري يبدي من لاهاي استعداده للمشاركة في حكومة ائتلافية جديدة مع حزب الله، ويعلن أن المجتمع الدولي يؤخر سقوط الأسد. جملة واحدة جمع بها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الضدين في المحكمة: القتلة الافتراضيون من حزب الله، وفي الحكومة لا مانع من مشاركة حزب الله. I think you know the benefit of the tribunal is your innocent until proven guilty. I think we know that they committed they're the allegedly persons who committed these crimes. We know very well that maybe this is the case, but in the end of the day this is a political party that has a big coalition with you know the Tayar with the Aounis and other political parties who are trying to you know, run the country with everyone because we do not want to keep anyone outside because Lebanon is living a very difficult time, especially since the international community has failed miserably in doing anything for Syria. So I think our duty towards the people of Lebanon is to stabilize the country. وفي مقابلة مع رويترز على هامش المحكمة المنعقدة في لاهاي قال الحريري: أعتقد أن اليوم هو يوم عظيم للعدل في لبنان، فعهد الإفلات من العقاب قد ولى. This is for the first time something like this is happening in Lebanon. I think eventually those who committed these crimes will be caught. It will take time maybe, but eventually we will get them. الحريري ختم مقابلته بالرد عن السؤال المكرر عن موعد عودته إلى لبنان قائلا: لا أريد العودة لألقى المصير الذي لاقاه غيري، إنما أريد أن أعود لأقوم بدوري كما يجب. هل يمكن أن تكون الاتصالات هي قرينة الإدانة الوحيدة للمتهمين في قضية الحريري؟ وأين هي داتا الاتصالات؟ تقرير رامز القاضي. بين الألوان الكثيرة التي صبغت بها شبكة الاتصال المستعملة في تفجير الرئيس الراحل رفيق الحريري تسهيلا لشرح كيفية عملها، بقي كثير من الثغرات بحاجة إلى تفسير لتوضيح الصورة الرمادية التي ارتسمت مع أكثر من علامة استفهام. هذا مصطفى بدر الدين المثل الأكثر وضوحا الذي يعطيه خبير الاتصالات رياض بحصون، أنه كيف لشخص مفترض أنه أمني في حزب الله أن يشتري 7 خطوط باسمه أو اسم سامي عيسى، كما تبين أنه الشخص نفسه، فضلا عن كثير من الملاحظات التي يضعها الرجل في رسم المحكمة. الشبكة اللي بيسموها البيرب، مش البيربل، لا الخضراء والبلو الزرقاء يعني. مهم الكل بالكل أكثر من 10. طيب بالملف تطلع أنت وبتشوف بعض التليفونات اللي بتتعلق بتنفيذ الجريمة، شو حصل بوقت تنفيذ الجريمة، هيدا مهم، اللي حصل ما قبل بشوي وما بعد بشوي، هيدا كتير مهم. وبتشوف أنه حصل تليفونات من هذا الرقم ومن هذا الرقم مع بعض الأرقام اللي هي مرتبطة بالشبكة. طيب مدام الدليل أنه عيسى هو مصطفى بدر الدين دامغة، يعني ما فيها شك، لما شيء دامغ يعني ما في شك. طيب ليش ما بتكشف عن اللوائح التليفونات كلياتها اللي انت بتقول انه هي لا 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 لهذا سمير عيسى، لغايه انك تشوف انه بالوقت الذات اللي حصل التليفون اللي انت مركز عليه من هذا الرقم اللي هو مشبوه وامني ومن الرقم الثاني اللي هو ايضا مشبوه وامني، اذا حصل تليفونات شوف انت، لا اذا ما حصل بكون انه الحديث طيب. طب اذا حصل
تليفونات، ومثلا تبين انه حامل هذا التليفون لانه واحد منهم بس كان مثلا يا اما بطرابلس يا اما ببنت جبال، شو بيكون شو بتكون النتيجه؟ بتكون النتيجه انه هذا الشخص اللي حامل هذا التليفون وهذا الشخص اللي حامل هذا التليفون مش نفس الشخص. ليش؟ لانه ما بيقدر يكون بمينا الحصن وببنت جبال. يشيد بحصون بطريقة عمل المحققين الدوليين في طريقة تعقب الاتصالات وتحديد الشبكة، ولكن تحديد هويات هؤلاء ليست على المستوى نفسه من الحرفية، ويشوبها كثير من الثغرات. وهن استعملوا هذا التكنيك اللي اسمه كولوكيشن وهي غير مقبولة، وأنا فيني أعطي أمثلة لخلي الناس تفهم بشكل كتير بسيط. مثلا بعطيك مثل بوسطة حجاج رايحة من الشام لمكة، طيب فيها 200 شخص ما بيعرفوا بعض، تعرف جروبات ما بيعرفوا بعض، طب حاملين تليفونات، طب هدول بهال 2000 كيلومتر بياخذ معهم يوم ونص، في تليفونات بتجي لهيدا ولهيدا. هل يعني اذا في مثلا شخص اجى مثلا 18 تليفون بين المحطتين وشخص تاني اجى 18 وما بيعرفوا بعض صاروا نفس الشخص؟ هيدي هي اللي قيل عن الخمسه هدول، هيدي اللي اسمها الكولوكيشن، هيدي هي التكنيك اللي استخدمت لحتى ينقال مثلا انه عيسى هو مصطفى بدر الدين. في الحصيله يقول بحصون المتابع لهذا الملف منذ لحظه الاغتيال ان ارتكاز المحكمه على الاتصالات كقرينه وحيده للادانه امر غير منطقي وغير قانوني، انه وصلوا لبعض الاسامي وتحديد الاسامي لبعض الارقام ولكن في عده اسامي ما وصلوا له. يعني انت بتشوف لحد الان بتشوف الخرائط بعد في عده ارقام موجوده دون اسم، طب هدول تواصلوا مع بعض، طب ليش كيف لحتى انتوا وصلتوا فقط لهاد الخمس اسامي وبيطلع انه هني من نفس الطائفه ومن نفس الحزب ومن نفس المجموعه السياسيه؟ يعني اتس ا ليتل بيت بيزار، يعني في شيء يعني خلينا نقول يعني يلفت النظر. النقطة الجوهرية هي غياب باقي داتا الاتصالات عن التحقيقات، والسبب هو تغيير محطات الإرسال الخاصة بشركة ألفا، ما سبب ضياع قدر هائل من المعلومات التي قد تفيد في هذه التحقيقات. وزير الخارجية السوري وليد المعلم يضع أمام نظيره الروسي خطة لوقف إطلاق النار في حلب، وكمين في جوسي في ريف حلب يوقع عشرات القتلى في صفوف جبهة النصرة. قبل خمسة أيام من انطلاق مؤتمر جنيف 2 وضع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في عهدة نظيره الروسي سيرجي لافروف خطة طريق لوقف إطلاق نار مرحلي بدءا بحلب ألا أن تستكمل في مدن أخرى في حال نجحت الجهود الروسية. قدمت للوزير لافروف اليوم مشروع ترتيبات أمنية يتعلق بمدينة حلب، ورجوت الوزير لافروف أن يجري الاتصالات اللازمة لضمان تنفيذه وتحديد ساعة الصفر التي يبدأ فيها وقف العمليات العسكرية. كذلك أبلغت الوزير لافروف أننا نوافق من حيث المبدأ على تبادل معتقلين في السجون السورية مقابل مخطوفين لدى الجماعات المسلحة، على أن نتبادل اللوائح لنحدد كآلية تنفيذ ذلك. الحكومة السورية مستعدة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الإنسانية، خصوصا ما يتعلق منها بدعوتنا لتسليم شحنات من المواد الإنسانية في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى بما فيها ضواحي دمشق وحلب. وأعرب لافروف عن قلقه من عدم تحديد الائتلاف السوري موقفه بعد إزاء المشاركة في المؤتمر، فيما أعرب رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح عن موقف الائتلاف. ليس بالضرورة أن نستمر في المفاوضات إلى ما لا نهاية، سنجد الطريق لأنه نقول لهم باي باي، لأنه هذه مسألة لا يجوز الفصال فيها، ما في مفاصلة، بقاء النظام عدم بقاء النظام هذه مسألة محسومة، ليس لدينا فقط ليس لدى هؤلاء اللي راعين المؤتمر لديهم تصور كامل على أن بشار أسد ونظام الحكم يجب أن يرحلوا.
أما وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فثمن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه البرازيلي والمكسيكي دعم روسيا لبيان جنيف واحد. على الحكومة السورية أن تناقش من خلال هذا البيان، وأنا أرى أن الأسد يحاول تضليل المجتمع الأوروبي، وأعتقد أن على كل الأطراف السورية التزام جنيف 2. في الشأن الميداني توالت الأنباء عن تقدم الجيش السوري النظامي في حلب بعد سيطرته على مناطق في ريف حلب الشرقي، وتضغط القوات النظامية لحسم معركة المنطقة الصناعية في تل الشيخ نجار بحلب، بحيث تقدمت وحداته بسرعة باتجاه مواقع المسلحين. ودارت أيضا اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش السوري والدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله ضد مسلحي جبهة النصرة الذين سقط عدد كبير منهم في كمين في بلدة جوسي في ريف حمص الحدودية مع لبنان. يا أبا عبد الله فجر يا علاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. لك الأشتاء. هذا وسقط عدد من القتلى والجرحى في تفجير سيارة يقودها انتحاري من داعش بحاجز لمسلحي الجيش السوري الحر بدركوش في ريف إدلب. ونظم أهالي مخيم اليرموك تظاهرة تنديدا بما يتعرضون له من قصف وقنص ونقص في الغذاء. وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتحرك سريعا لإنقاذ المخيم. نفى حزب الله نفيا قاطعا الاتهامات التي وجهها رئيس بلدية عرسال علي الحجيري للحزب من أن الصواريخ التي سقطت على عرسال هي رسالة مباشرة من الحزب، ووصف حزب الله هذه الاتهامات بالخطرة. في الهرمل فريق الأدلة الجنائية يتم الكشف على المنطقة التي استهدفها التفجير، وجريح آخر يلحق بقافلة الشهداء، فيما المواطنون يلملمون أضرار التفجير. على الرغم من التفجير الإرهابي الذي ضرب منطقتهم مخلفا عددا من الشهداء والجرحى، يحاول أهالي منطقة الهرمل استعادة حياتهم اليومية ومزاولة أعمالهم المعتادة. وعليه باشرت لجان من الجيش اللبناني عملية المسح للأضرار المادية، ومعها جمعية جهاد البناء تمهيدا لتقديم المساعدات للمتضررين من التفجير الذي أدى إلى تدمير عدد من المنازل السكنية والمكاتب الإدارية التابعة لشركات ومصالح حكومية وخاصة. هذه المنطقة تؤمن بالعيش المشترك، وهودي الحاقدين اللي عم يبعثوا السيارات المفخخة على المنطقة الآمنة اللي بتؤمن بالعيش المشترك ما راح تضل إلا مثل ما كانت، مثل ما هي إن شاء الله. الله يرحم وللجرحى الشفاء، ساو التكفيرية الإرهابية ما راح ينيلوا من عزيمة المقاومة وشعب المقاومة. وفي الخسارة البشرية أضيف إلى قائمة الشهداء الجريح حسين عمر الذي فارق الحياة متأثرا بجروحه. الجديد زارت منزله والتقط بعض أفراد أسرته الذين توقفوا عند هول المصاب الذي ألم بهم. إلهي يعمي بصرهم يضيع حالهم يخسف الأرض فيهم يا حال أنت الحال. يعني هذا الشهيد صار شهيد لكل لبنان لكل الناس، مو شهيد بس بالهرمي بس، يعني هذا الإرهاب بتنقل من كل مطرح. يذكر أن الشهيد حسين عمرو هو المعيل الوحيد لأسرته وأولاده الصغار. شيعت بلدة كامد اللوز في البقاع الغربي مازن أبو عباس الذي قتل في أثناء دهم الجيش اللبناني منزله بعدما أطلق النار على القوى التي أوقفت المطلوب البارز في كتائب عبد الله عزام جمال دفتردار في منزله. أبو عباس شيع وسط حشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة، يتقدمهم مفتي زحل والبقاع الشيخ خليل الميس وعدد من المشايخ في المنطقة وممثلو الحركات والقوى الإسلامية. وتخلل التشييع عدد من الكلمات لعدد من المشايخ تركزت على تحميل بعض المسؤولين في الجيش الذين يأتمرون من خارج الجيش مسؤولية تصفية مازن أبو عباس، مطالبين رئيس الجمهورية وقائد الجيش بإجراء تحقيق عادل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن الحادث. رئيس الجمهورية يحذر من التورط في تبعات الأزمة السورية ما ينعكس خطرا على المناطق الحدودية.
حذر رئيس الجمهورية ميشيل سليمان من مغبة التمادي في التورط في تداعيات الأزمة السورية، ما بات يشكل ثمنا باهظا يدفعه اللبنانيون من عيشهم المشترك ومن أملاكهم وأرزاقهم، وطلب من المسؤولين العسكريين والأمنيين اتخاذ كل الوسائل الآيلة إلى حماية القرى والبلدات اللبنانية المحادية للحدود مع سوريا والتي تتعرض لقصف بالصواريخ يسقط بنتيجته ضحايا وجرحى، معتبرا أن حماية المناطق اللبنانية وسكانها أولوية حيال أي اعتداء تتعرض له من أي جهات كان، معزيا بالضحايا الذين سقطوا ومتمنيا الشفاء للجرحى. وفي نشاطه استقبل سليمان نائب وزير خارجية اليابان تاكاو ماكينو الذي تصادف زيارته مع ذكرى 60 للعلاقات بين البلدين، وزار بعبدة وفد من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وتحالف الحملة الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، طالب بإشراك المرأة اللبنانية في إدارة الشأن العام خصوصا عبر الحكومة الجديدة المنوي تأليفها. وتسلم رئيس الجمهورية دعوة إلى رعاية المؤتمر الإقليمي الرابع الذي يقيمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني. ومن زوار بعبدة وفد جامعة الشرق الأوسط الذي دعا سليمان إلى الاحتفال الذي تقيمه الجامعة لمناسبة مرور 75 سنة على وضع الحجر الأساس. قائد الجيش العماد جان قهوجي يؤكد عزم المؤسسة العسكرية على التصدي للإرهاب الذي دأب أخيرا في استهداف الجيش لزعزعة استقرار لبنان. شدد قائد الجيش العماد جان قهوجي على أن الجيش ليس مع فريق دون آخر، وهو يعمل لخير لبنان واستقلاله وسيادته وحريته، كما أنه على قدر التحديات وعلى قدر الآمال المعلقة عليه، وخصوصا في مرحلة الاستحقاقات الداخلية والخارجية. كلام قهوجي جاء لدى استقباله وفد رابطة الملحقين العسكريين العرب والأجانب، يتقدمهم الملحق العسكري الروسي اللواء رافائيل كورماتشوف إلى ممثلي هيئة مراقبة الهدنة وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ومساعديهم، وذلك لمناسبة حلول العام الجديد. على الرغم من كل ما نمر به من مصاعب شهدتم حققه الجيش من إنجازات، سواء في محاربته الخلايا الإرهابية أو في تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 بالتعاون مع القوات الدولية، ونحن نجدد أيضا تمسكنا بالقرار الدولي، كما نحن متمسكون بحقنا في الدفاع عن أرضنا وبحرنا وجونا ضد العدو الإسرائيلي. تعرفون أيضا أن ضباط الجيش وعسكرييه يلتزمون أوامر قيادتهم ويتمتعون بجهوزية وانضباطية عالية تؤهلهم للحفاظ على السلم الأهلي ومحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله الذي يغتال ويتعرض للمناطق الآمنة. ودأب منذ مدة على استهداف الجيش في مخطط واضح لزعزعة الاستقرار ووحدة لبنان وضرب هذه المؤسسة التي تقف له بالمرصاد وستستمر بالتصدي للإرهاب مدعومة من الدول الشقيقة والصديقة. ولفت قهوجي إلى حجم المخاطر التي يواجهها الجيش ليمنع تحويل لبنان إلى ساحة تترجم فيها الصراعات الإقليمية، مثمنا الجهود الدولية لمساعدة الجيش على حفظ استقرار لبنان وتجهيز الجيش وتقديم ما يحتاج إليه من مساعدات عسكرية ليكون على قدر التحديات وعلى قدر الأمال المعلقة عليه. اعتصام مفتوح للمطالبة بإقفال مطمر النعمة وعدم تجديد عقد شركة سوكلين المتعهدة للمطمر. نفذت حملة إقفال مطمر النعمة عين دارفيل والحركة البيئية اللبنانية والتجمع اللبناني لحماية البيئة وأهالي وسكان القرى والبلدات المجاورة اعتصاما عند مدخل المطمر في بلدة النعمة رفضا لوجود المطمر وتنديدا بالقرار الذي اتخذ من أجل تمديد العقد وعدم إزالته راهنا. وتزامنا عمد بعض المعتصمين إلى إقفال الطريق التي توصل إلى المطمر مطالبين بإقفاله نهائيا وإلغاء العقد مع شركة سوكلين المتعهدة للمطمر الذي انتهى وعدم تجديده. نعلن عن بدء الاعتصام المفتوح عند مدخل المطمر بعد أن تجاوز الخطر على حياتنا وصحتنا وسلامتنا كل الخطوط الحمراء. نقترح كجمعيات بيئية خطة مستدامة لإدارة النفايات المنزلية الصلبة. هذا المطمر اللي صاروا 15 سنة أو 16 سنة عم بيشتغل ووضع لمدة 5 سنوات وصارت المدة تتمدد وتتمدد وتتمدد، وآخر تمديد كان قبل كم يوم سمعنا أنه مدة
لل 2015. طبعا هذا كله كلام مش دقيق ولا كلام سليم، لانه من هلا لشهر واحد بال 2015 لن تحل مشكله النفايات الصلبه في لبنان. وناشد المعتصمون الدولة بأجهزتها كافة زيارة المنطقة ومعاينة التشوه البيئي الذي يخيم عليها عدا معاناة الأهالي من الروائح الكريهة المنبعثة من المطمر واستنشاق سمومها مع ما تحمله من أضرار على الصحة العامة. وأعلنوا الاعتصام المفتوح إلى حين رحيل سكلين، معلنين أنهم لا يخضعون سياسيا لأحد. وبالعودة إلى لاهاي، المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تستكمل جلساتها في اليوم الثاني، والتفاصيل في هذا التقرير للزميلة رونا حلبي. إلى المتضررين الجالسين داخل قاعة المحكمة انضم متضرر تاسع بدأ بجلوسه خلف الادعاء وكأنه فاجأ المحكمة بقراره الانضمام إلى الجلسة. وإلى الشهود الذين قرروا المشاركة في إجراءات المحكمة انضم شاهد جديد بقرار من غرفة الدرجة الأولى استجابة لطلب الادعاء على الرغم من اعتراض الدفاع. عدا عن ذلك فإن المجريات داخل قاعة المحكمة لم تختلف عما هو مقرر. في النصف الأول للجلسة استكمل الادعاء عرض أدلته، وفي نصفها الثاني أخذ ممثلو المتضررين الكلام. ذات الاتصالات بطبيعة الحال كانت نقطة الارتكاز لدى الادعاء، فشرح كاميرون أن هناك ثلاثة أشخاص متورطين مجهولي الهوية كانوا يستخدمون الخطوط الزرقاء وكانوا يتواجدون أغلب الأوقات جنوبي بيروت. بدر الدين اتصل بمرعي وتكلما مطولا لنحو 45 دقيقة، ثم توجه إلى الحدود السورية حيث تلقى اتصالا لأربع دقائق. في 14 من كانون الثاني بدأ العمل بشبكة الحمراء التي تهدف إلى مراقبة تحركات الحريري، وكانت هذه الخطوط هي الأنشط قبل عملية اغتياله. في 12 من شباط كان اليوم الأخير لمراقبة الحريري، وفي ليل 13 من شباط قصد عياش منطقة مجلس النواب ومسرح الجريمة لمدة 30 دقيقة، ونشطت الاتصالات حتى 1 بعد منتصف الليل لتعود في 5 صباحا. وعند 11:30 و5 دقائق من يوم الاغتيال استخدم عياش هاتفه الأزرق قبل دقائق من خروج الحريري ليتصل برقم أزرق في الضاحية الجنوبية الذي اتصل بدوره بأرقام زرقاء أخرى. أما بالنسبة إلى أبو عدس فقد أكد الادعاء أنه كان كبش المحرقة. في الفيديو الذي يظهر فيه أبو عدس يسمع صوته خافتا ومختلفا عن طريقة حديثه في تسجيلات أخرى. أبو عدس لم يكن يعرف القيادة ولا حتى قيادة دراجة هوائية. وقد رأى المتهمون بحسب الادعاء أن أبو عدس هو الشخص المناسب لإلصاقه التهمة، خصوصا أنه سني، وهذا المنطق الطائفي هو أيضا ما دفع بالمتهمين إلى اختيار طرابلس لشراء الهواتف وإعادة تعبئتها وشراء السيارة. الفان كان معروضا للبيع في البداوي في طرابلس، وجرى شراؤه في كانون الثاني عام 2005، وتم اختيار طرابلس لأن معظم سكانها من السنة، وقد أراد المتهمون ترك خيط خاطئ في حال كشفت مؤامرتهم. وبعد الانتهاء من عرض الأدلة سأل الادعاء من هم المجرمون؟ ليجيب بنبدة عن حياة المتهمين الأربعة ومعهم مرعي، تناولت أعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي، ولم يغفل الادعاء عن ذكر الطائفة المسلمة الشيعية التي ينتمون إليها جميعا. وخلص الادعاء إلى أن بدر الدين هو الأعلى بالتراتبية، فيما يقود عياش شبكة المراقبين ويوجه مرعي صبرا وعنيسي لشراء السيارة والإيقاع بأبو عدس في عملية منظمة وممولة ومخطط لها بدقة وانضباط عاليان. بدر الدين هو الأكبر سنا وهو يملك هويتين، الثانية لسامي عيسى. بعد عام 99 لم يعد لديه أي أوراق ثبوتية، كان يعيش حياة مترفة، يملك محلا للمجوهرات وشقة في جوني وسيارة فخمة ويختا وكلها غير مسجلة باسمه، وكأنه شبح. كان لديه الكثير من الصديقات وكان محاطا بمرافقين. الجلسة المسائية خصصت لممثلي المتضررين واستهلت بكلمتين للمحاميين اللبنانيين ندى عبد الساتر ومحمد مطر، كانتا أقرب إلى شعر ممزوج بخطاب 14 من آذار، وقد أسعفهما خطاب المحامي البريطاني بيتر هينز الذي اتسم بمهنية عالية. We are not the prosecution's deputy and we will
لسنا جزءا من عائلة الحريري ولسنا موظفين لديها، نحن هنا لندافع عن حقوق المتضررين. تحديد المذنب أمر يفرحنا، لكن نود الاستماع إلى الدفاع كي لا نتهم بريئا. نخشى من أن يؤدي كشف أسماء المتهمين الجدد إلى عرقلة سير المحكمة وتأجيلها. فقد والده رفيق الحريري في الانفجار، هو اليوم يجلس في قاعة هذه المحكمة ليس لكونه رجل سياسة ولا بصفته رئيس حكومة أسبق، بل لكونه ابن فقد والده. وبعد عرض سريع ومؤثر للمتضررين المشاركين رفعت الجلسة على أن تنعقد مجددا الاثنين المقبل. يومان على بدء جلسات المحكمة الدولية، الادعاء قدم أفضل ما لديه، أما الدفاع فلم يرى أي جديد فيما تقدم، لكن حكم المحكمة والحكم عليها في انتظار الجلسات المقبلة، حيث سيتقدم الشهود ابتداء من يوم الأربعاء. من مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، رونا حلبي، قناة الجديد. كمصير الفنانين الكبار في لبنان، أسلمت الممثلة أماليا أبي صالح الروح بصمت وحيدة. تعرف أستاذ؟ نعم. رسماتك كتير كتير حلوين، وخاصة هيدي. بدي أسألك، شو بتحي لك هاللوحة؟ هيدي؟ أيوة. بيضة مقلية، ما هيك؟ يا سلام، هلأ هاي بيضة مقلية؟ شو لكان، بيضة برشت؟ أسلمت الروح من زرعت الفرح في روح اللبنانيين. توفيت فجر اليوم الممثلة أماليا أبي صالح عن عمر يناهز 68 عاماً في مستشفى بهمن بعد دخولها في غيبوبة استمرت أسبوعاً من جراء أمراض في القلب والرئتين والكلى. وفي مسجد الخاشقج في بيروت صلي على جثمان الراحلة قبل أن يوارى في مدافن الحريري الجديدة في بيروت. الفنانين اللي خسرناهم صاروا كتار وراحوا كلهم بأسهل الحقيقة وبحالة يعني لا يحسد عليها، بس شو بدنا نعمل، هذا مصير الفنان بهالبلد هيك. أنا هالفنانة الكبيرة اللي اسمها أماليا أبي صالح تعرفت عليها سنة 62، سميتها بدور، لقيت وشها يغزل العين مثل البدر، كان هيك مبروم مثل القمر، سميناها بدور. وكانت لما تزعل هي وفهمان أو تحمله تحت باطها وتمشي فيه. وبوجه عزاء لكل اللبنانيين، لأن أماليا ما بتتعوض. أماليا صديقة، وصدوقة كمان، مش بس بالحكي. مش قادرة أحكي أكتر مني. أماليا أبي صالح من الرعيل المسلين الأول يلي أدخلت البهجة والسرور إلى كل بيت. بنحزن لرحيلها وبنشوف قديش وضع الفنان اللبناني اليوم بده تعزيز، وهيدي مسؤولية بتقوم على الجميع. نرجع مع هذا الرحيل بتتحرك فينا العاطفة، وبنرجع بالزمن لأيام ما كان الفن والكوميديا كانت، خلينا نستعمل كلمة، تنظيفة، مش مثل اللي عم نشوفه اليوم. أماليا أبي صالح أو الست بدور عاصرت الكبار في مجال التمثيل لتصبح واحدة منهم، تركت بصمتها الخاصة في العصر الذهبي للمسلسلات اللبنانية. على الرغم من انفصال والديها، عاشت أماليا طفولة سعيدة في مدرسة زهرة الأحسان في الأشرفية، كانت تلقب بحسن صبي. صديقتها الوحيدة في تلك الفترة كانت هند أبي اللمع التي عادت والتقطها في استديوهات تلفزيون لبنان. عاشت فترة في إيطاليا ثم عادت إلى لبنان عام 64، حيث بدأت العمل في تلفزيون لبنان. شاركت في برنامج أبو سليم وتوالت مسرحياتها مع فرقة شوشو ومع إبراهيم مرعشلي في المعلمة والأستاذ، هذا إلى جانب أدوار على الشاشة الكبيرة في فيلم زمان يا حب عام 73 مع فريد الأطرش وزوجتي من الهيبيز مع الممثل دريد لحام. شكلت مع شوشو الثنائي الأكثر كوميدية، وأنجزا معا كثير من المسرحيات ومنها الخاص بالأطفال. أحد من المسؤولين لم يسأل عن الممثلة ولم يقدرها ولم يكرمها، وهي التي أثرت المكتبة الفنية اللبنانية ليكون قدرها مشابها لكبار هذا الوطن ومبدعيه. حياتي لا. أنت مين بتحبي أكثر، الماما ولا البابا؟ لا أنا بحب الماما، والبابا ما بطيقه. في حدا يبدور ما بحب بيه ولو بيه كده؟ ايه أنا ما بطيقه. ليش بقى حياتي؟ عشان كل ما بحكي بيقلي سكتي، وأوقات بيضربني. لا 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 لا، ما معك حق تقلي سكتي أبدا، ولك هيك أمورة بالقليل إلا خرسي، ما هيك حياتي. ردت إسرائيل علنا على إدانة الاتحاد الأوروبي للاستيطان، وفتحت مواجهة دبلوماسية مع خصمها التجاري الرئيس بعد ثلاثة أيام على الخلاف مع حليفها الاستراتيجي الأمريكي.
واستدعي كل من السفير البريطاني والفرنسي والإيطالي والإسباني إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية غداة استدعاء السفراء الإسرائيليين في هذه الدول رداً على الإعلان قبل أسبوع عن خطط لبناء 1800 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون قد شن هجوماً لاذعاً على كيري، واصفاً إياه بأنه يعاني هوساً غير مفهوم بالنزاع في الشرق الأوسط، ما أثار رد فعل غاضباً من واشنطن الحليف الرئيس للدولة العبرية. بدأت قوات عراقية خاصة عملية واسعة لاستعادة السيطرة على معاقل مسلحي تنظيم القاعدة في محافظة الأنبار، ويشارك في العملية أكثر من 3000 جندي، وقد أوكلت قيادتها إلى قائد الفرقة الذهبية في جهاز مكافحة الإرهاب وآمر لواء الرد السريع في الأنبار بدعم وأسناد من الطيران الحربي. من جهة أخرى، دارت اشتباكات بين مسلحي ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام وقوة من الجيش العراقي شمالي الفلوجة، وهز تفجير ضخم مبنى المجمع الحكومي وسط الفلوجة من دون أن تعرف طبيعته وما إذا كان قد أسفر عن ضحايا. وجرت أعنف الاشتباكات في منطقة الشهداء الثانية في السقلاوية. على صعيد آخر، أفاد مصدر في قيادة شرطة صلاح الدين بفرض حظر للتجوال منذ الصباح في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين على خلفية معلومات استخبارية تحدثت عن نية المجموعات المسلحة تنفيذ هجمات في المدينة. وتزامن ذلك وحملة دهم وتفتيش في أحياء مختلفة من تكريت تنفذها قوة عراقية مشتركة بحثا عن مطلوبين للقضاء. في مدينة الفيوم جنوب غربي القاهرة قتل شخص وأصيب 3 آخرون في اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، فيما شهدت العاصمة المصرية مناوشات مشابهة قرب جامعة القاهرة. وأطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع لتفريق طلاب في جامعة القاهرة من أنصار الإخوان، تظاهروا رفضا للدستور الجديد الذي صوت عليه معظم المصريين بنعم يومي الأربعاء والخميس، ومن المنتظر إعلان نتيجته غدا. وكانت منطقة جامعة القاهرة قد شهدت في الأسابيع الماضية وقوع اشتباكات مشابهة شهدت مقتل وإصابة العشرات. كان في النشرة عرسال تنزف أطفالا شهداء بصواريخ استهدفت مكان لهوهم. في اليوم الثاني من المحكمة مداخلات وجدانية ولا مفاجآت. لينا ونبيل حاوي خلاف تحت سقف لاهاي. لما سألنا قالولنا أنه القضية ما بتخصنا شخصياً، وقالولنا أنه أحسننا ما نجي لأنه رح نتبهدل بالنطرة قدام الباب. مروان حميدي دليل الاتصالات لتثبيت الاتهام، والدفاع سوف يطعن. الحريري لرويترز مستعد للمشاركة في حكومة ائتلافية مع حزب الله. الجيش يتقدم في حلب والمعلم يقدم خطة لوقف النار. النصرة تقع في فخ على الحدود مع لبنان. النداء يا أبا عبد الله فجر يا علاء. يا أبا عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. ذاك الأشلاء. كان هذا كل شيء حتى الساعة. الموعد الإخباري المقبل يأتيكم عند 11:30 من هذه الليلة، فإلى اللقاء.